هل بعتي حاجات في مزاد؟ مش عارفه اودي العفش فين. كان في واحد قال لي انا اعمل لك عليه مزاد. مش عفش، العفش ماما. هل انت كنت عارضه في وسطهم حذاء احمد مظهر؟ لا ولا اعرف ولا عمري شفت جزمه لاحمد مظهر. بتهيألي كان ماشي حافي حتى الراجل. مش فاكره ان انا شفت له جزمه حتى خالص. فهد بلان ومريم فخر الدين تزوجا على فاتورة الفندق. كان عندي شغالة بقى شغالة على الجواز بتوعي، قالت لي والبيت الجديد ده يحب ياكل متسبك ولا يحب ياكل مش عارفة. قلت لها البيت الجديد ده هترتاحي منه خالص، بيحب ياكل أكل ناي. العروسة تقعد في السرير 9 أيام من غير ما تحط رجليها في الأرض. الأرض. طب يا أخي عايزة أروح الحمام. لا أشيلك أحطك في الحي، يشيلني يوديني الحمام. إساءة مقززة من نجمة من زمن الفن الجميل قالت بلا خجل وبلا تردد أن رائحة فم عبد الحليم كانت مقرفة. عبد الحليم كان الله يرحمه عيان، كان بيتقيا دم. مسكين. فلما يتقيا دم، أي بني آدم يتقيا دم، ريحة بقه ما بتبقاش حلوة، فكان بيحط في بقه سنسن علشان ريحة بقه تبقى حلوة. هل حقا هناك فيلما لها من إخراجه وبطولتها مع عمر الشريف تعمد شاهين ألا يرى هذا الفيلم النور أبدا؟ ما أقدرش أشتغل معاه، ده لازم الواحد يبقى مضحي بحياته. قلت له يا أخي ده يوسف شاهين بيقول لك حط في بقه إذا زيت ويسكي وبقى سعران. قال لي لا وربنا فكرك هيقبله، هو سكران كده. قلت له طب هنعمل له إيه؟ قال لي خش حميه. الأفلام الجديدة رأيك فيها إيه؟ أو السينما الجديدة الموجودة رأيك فيها إيه؟ رأيي فيها وحش. أولا بقوا يمثلوا غلط. فاتن حمامة اسمها كفاتن حمامة أهم من سيدة الشاشة. رد فعل فاتن حمامة إيه على التصريحات؟ مفيش رد فعل، عمرها ما ردت فعل خالص. فاتن حمامة هي فاتن حمامة، هي على قمة قمم ممثلي مصر، سيدة الشاشة أو فوق ما يزيد. أنا يكفيني فاتن حمامة اسما، تقول لي فاتن حمامة أنحني وأنثني، تقول لي عادل إمام أنحني وأنثني، عبقري. لا هذا محتاج لأن يوصف، ولا هي ولا فاتن محتاجة إلى أن توصف. ما انتش عجباكي يا مريم إنها تبقى سيدة الشاشة، هي سيدة التمثيل السينمائي، ولا يستطيع أحد أن يجحد هذا. رد فعل فاتن حمامة إيه على التصريحات؟ مفيش رد فعل، عمرها ما ردت فعل خالص. مفيش مشكلة. هو عادل إمام تشبث، أصل دي حاجة بقالها 5 6 سنين كنت في لبنان. أيوة. فالراجل بيقول إيه رأيك في سيدة الشاشة؟ قلت له اللقب ده مستفز. يعني احنا جواري مثلا ودي ستنا مثلا، يعني مش حلو. في مليون لقب سندريلا في السينما العربيه، محدش هيحتار مش عارفه بيتقال القاب. الا دي سيده الشاشه. انا بنحس ان احنا بقينا الا كلنا بقينا الا عن سيده الشاشه. طب ما تقال عليكي ملاك السينما وجاكاندت السينما ملاك العربيه ملاك ورقيقه السينما. سيده الشاشه يعني هي ست العالم كله. أم كلثوم سيدة الغناء العربي، ما فيش حد فتح بقه قريب من أم كلثوم، هي تستاهل اللقب ده. إنما فاتن حمامة بينا وبينها يعني أنا عاملة أفلام أحسن من الأفلام اللي هي عاملاها. هي عاملة دعاء الكروان، أنا عاملة 50 فيلم أحسن من دعاء الكروان الحقيقة، جماهيريا وفنيا وبتاع. بيني وبينك ما تستاهلش أبدا اللقب إن تبقى ستنا. مين اللي هي ما اتكلمتش اللي شتمني بقى عادل إمام، قال لي إزاي تقولي كده وبتاع. طب هو بيقول لك، انا قلت له طيب يعني انا مش زعلانه من فاتن، زعلانه من اللقب. خدت بالك اللقب اللي وحش. اكيد هي مدام فاتن ما قالتش قولوا عليا، ما قالتش. قال لي قال الجماهير اللي قلت له والله ما سمحتش مظاهره طالعه في الشارع، قالوا سيده الشاشه سيده الشاشه. حتى فاتن تلاقيه قرفت من اللقب المقرف ده. هو تلاقيه نوع ان الانتاج بيحاول يعمل دعايه فبيحط اي لقب زي ما بيحطوه. هقول لك الموضوع ده بحاله بقى سامج. خلاص سيده الشاش خدي لك لقب، ما احنا خلاص بقينا في الباي باي انا وفاتن حمامه، يعني هتسترزق من اللقب ده يعني. لا طبعا. طيب
طب انت رايك ايه فيها كفنانه تاريخها يعني؟ والله رايي كفنانه فاتن حمامه على عيني وراسي. نعم. دعاء الكروان من احلى الافلام اللي اتعملت في مصر. انما هي مش شخصيه كامله عارفه. يعني مثلا هند رستم سكسي ها. فاتن حمامه تعمل بنت الضعيفه الغلبانه المغضوب على امرها وبتاع. شاديه بتعمل كله. شاديه احسن من فاتن حمامه كممثله ده في رايي انا. سعاد حسني احسن مننا كلنا. بتغني وترقص ومش عارف ايه. شاديه احسن من فاتن حمامه كفنانه. بتغني وتعمل دراما وتعمل يعني كوميدي. تقنعك تاثر فيك فاتن حمامه محدوده عن شاديه. خدتي بالك؟ هل فاتن حمامه كانت محظوظه اكتر؟ محظوظه؟ لا هي حدقه اكتر مش محظوظه. لا يعني ذكاء. يعني هي بتدور على الدور الحلو تجري وراه. انا لا انا كسلانه انا عايزه ده جزء من ذكائي. والدور ينزل على حجر كده واخده يا ماخدوش. لا انا كسلانه في الحته دي. لا فاتن حمامه حدقه يعني عندها مخ تدور على الادوار الحلوه اللي تناسبها. وده ذكاء منها. ده ذكاء طبعا. هي اذكى مني ومن شاديه كمان. انما شاديه ممثله اكتر من فاتن حمامه. هند رستم ممثله اكتر من فاتن حمامه. هند رستم اكتر. طبعا. مدام مريم لكي نصيب معانا في الإخراج. معانا ضيف على شاشتنا انت بتحبيه وهو بيحبك واحنا كمان بنحبه. وهو الحقيقة بطل معاكي في أحد الأفلام كمان. هتعرفي مين هو. هنشوف الشاشة. بداية مساء الخير يا مدام صفاء. مساء الخير يا مدام مريم. طبعا يعني أنا سعيد كده في المداخلة ديت ان انا احيي مدام صفاء زميله المعهد القديمه واحيي مدام مريم زميله اول فيلم في حياتي حكايه حب. الفيلم اللي انا سعيد انه جمعني بالفنانه الحالمه الرومانسيه الناعمه التي غنى لها عبد الحليم حافظ حبك نار وغنى لها بتلوموني ليه واللي اتكلم في الشعر الحرير واتكلم في العيون. مريم فخر الدين كانت مثال للرومانسية مثال للجمال. مريم فخر الدين الحقيقة شخصية ناعمة جدا ورقيقة جدا وخفيفة الظل بشكل غير عادي. يعني هي ما عملتش كوميدي لكن أنا رأيي يا مدام مريم إنك أنت لو عملت كوميدي كنت هتبقي ناجحة جدا في الكوميديا زي ما أنت كنت ناجحة جدا في الرومانسية. جمعتني مشاهد لا أنساها بمريم فخر الدين كان الثالوث او الرباعي كنت انا والاستاذ عبد الحليم طبعا مدام مريم مدام فردوس محمد وانا الطفل اخو عبد الحليم وابن فردوس. كانت السيده مريم حبيبه عبد الحليم. كان لينا مشاهد سوا حتى انا قلت لها في احد المشاهد مالكيش اخت صغيره يعني من كتر حبي ليها في الفيلم وحبي ليها في الحياه. وانا طفل يعني كنت اتمنى انها تبقى لها اخت صغيره علشان انا واخويا هو يتجوز مريم وانا اتجوز الاخت الصغيره. الحقيقه مدام مريم كانت رقيقه جدا معايا. الكل ساعدني في هذا الفيلم بدايه من الاستاذ عبد الحليم حافظ وتوجيهاته وخلق بيني وبينه الحب. مدام فردوس خلقت بيني وبينها الحب. مدام مريم فخر الدين خلقت بيني وبينها برضو التعاطف والحب. كان في مشهد عبد الحليم عايز يهمس لمريم ببعض كلمات الحب وانا كنت المفروض ان انا قاعد انا ونينا فردوس محمد فانا بستشعر ان الاستاذ عبد الحليم اخويا عايز يصارحها بحب وبتاع فبتلكك وبقول للمدام فردوس ما تيجي أديكي الدواء يا نينا. أذكر أن الفنانة مريم فخر الدين في هذا المشهد أنا بقوم مدام فردوس محمد علشان نقوم وأسيب الأستاذ عبد الحليم يقول لها عن حبه ليها. وأنا بقوم أنا ومدام فردوس. اقترحت مدام مريم وقالت مدام فردوس قايمة ودي في مرتبة أمي فالمفروض ان انا اقف لها انا وعبد الحليم حافظ احتراما ليها.
كسيدة كبيرة في السن وكوالدة. الأستاذ حلمي حليم المخرج اقتنع الحقيقة بوجهة نظرها وقال لها معك حق يا مريم، فعلا الذوق والإتيكيت والتقاليد أن كنت لازم تقفوا لما فردوس محمد تقف، ودي كان اقتراح من مدام مريم. فاكرة أنت الحكاية دي؟ فاكرة طبعا المشهد ده. فردوس هنا كانت عامية بس لازم نقف حتى وهي عامية، حتى وهي مش شايفانا. الله، حاجة جميلة جدا. وانت احتراما ليها هي واحتراما اكتر لينا احنا. يعني احنا قد كده محترمين، بنقدر الست الكبيرة العامية اللي هتقوم. جميلة قوي، انت كنت رقيقة جدا قوي وانت بتشاركي مشاركة فعالة. انا مش فاكرها دلوقتي بس انا فعلا بس جميل لما قال لي احمد يحيى انه فاكرها للدرجة دي. احمد يحيى قرد على فكرة ازاي افتكرها بالطريقة دي. ما شاء الله. بس انا اقترحت ان احنا نقف احنا الاثنين، اصل هي واحدة عامية وقايمة. طبعا احنا المفروض كمصريين النهاردة نقعد وعامية وهتشوفنا ازاي وبتاع. لا، عامية لازم نقف لها اكتر كمان. هل المخرجين كانوا بياخدوا الامور ببساطه ولا بحساسيه؟ ازاي الممثله تقول ملحوظه؟ لو يقتنعوا بياخدوها طبيعي طبعا. كل مخرج له حته فنيه جميله جدا. نعم، مفيش مخرج ملوش. يعني مثلا بركات يقول لي ايه، انا اخش على زريبه فلاحي عينه هي الكاميرا، يلاقي حمام في قفص فوق ويلاقي وساخة البهايم في الأرض. يقول لي أنا أطلع الكاميرا فوق، ما أطلعش على الأرض. حالياً بقى بيصوروا الأرض والوساخة اللي في الأرض والزفت والزبالة وما يطلعوش فوق على الحمام اللي على الحيط. شوفي الحلو دايماً. المخرج لازم عينه تشوف الحاجة الحلوة، ما تشوفش الحاجة الوحشة. ده بركات عز الدين ذو الفؤاد، يهتم جداً بالممثل. يعني عايز وشي يبقى بالظبط في الحته دهيت والكذب بتاعه كده، واعبر التعبير اللي هو يقتنع بيه، مش اللي انا اقتنع بيه كممثله. يعني عارفه، ده عيب يوسف شاهين اللي بيؤخذ عليه عايز الدين ذو الفقار كان بيعمله بقى. لا، هو كان يمثل قدامنا بس هو شكله وحش قوي في التعبير بتاعه، فاحنا بنعبر بس بشكل حلو. يعني مثلا هو مدرسني هقول لك، عز الدين كان دايما بيحب ممثلاته. كوثر الشفيق كانت تتنطط، اقول لها المخرج احسن يحب ممثلاته. مش ممكن مخرج يخرج من غير ما يكون بيحب البطله بتاعته. ما يقدرش يخرج لها فيلم حلو. ده هو حتى بنتريق عليه بعد ما طلق فاتن حمامه، حبها وهو بيخرج لها. لازم المخرج يحب البطله بتاعته. يعني عارفه، كان انا بقى ضعيفه، دراعي كان ضعيف قوي، ففي مشهد لازم اضرب محمود في فيلم اسمه الغائبه، انا وكمال الشريف، اضرب محمود المليجي 8 طلقات ومسدس قد الداهيه وفي ساقي، عارفه، فاضربه 8 طلقات واقول له ديالوج ساعه وهو يموت ومش عارفه ايه، فاني اجي اقول الديالوج ايدي ترخ تبقى مش في الكادر. وبعدين اضرب الطلقه اركب الهوا. يعني بيبقى فيه 50 غلطه في المشهد ده. فعز الدين ذو الفقار ينزل في الارض مسك في رجليا، والله قاعد يقرص فيا لدرجه الوجع الفظيع، فضربت الطلقات وما ركبتش الهوا وقعدت اقول الديالوج وايدي ما نخدش، عارفه. له طرق يشغل بيها، احنا اراجوزات المخرج اللي بيشغلنا. مخرج كويس يطلع من ممثله وحشه ممثله كويسه. يعني تقدري تقولي له ملحوظه وما يزعلش. انت شايفه ان المخرج، انا لما اقول له ملحوظه، يعني فروض دخلت احنا قعدنا نقول لبعض ملاحظه، حته البرنيطه دي انا اللي رفضتها رفض بات. يوسف السباعي قال لي بتاع القلب ما تحطوش في رقبتك. كل واحد الملحوظه. طب رايك الصح ايه في الجيل اللي موجود دلوقتي والمخرجين؟ لا دلوقتي هل تستطيعي تقولي لهم ملحوظات ولا ما بي؟ انا ما ارضاش اقول لهم اصلا، ماليش دعوه، اصل الشغلانه كلها انا مش مؤمنه بيها. كون يصلح مشهد، يعني في حكايه حب ان انا اقوم عند فردوس محمد كان شيء مهم، لان فيلم زي الدانتيلا صحيح، عارفه ورده في الدانتيلا زياده تبقى احلى. طبعا. انما الفيلم النهارده زي الكاستور ولا الدمور، والله تقومي ولا تقعدي ما يجراش حاجه، يعني ما بقتش اقول حتى. مدام مريم برضو معانا على شاشتنا مداخله اخرى لمخرجنا احمد يحيى. مدام مريم، ذكريات جميله جدا في حكايه حب، كنت اتمنى ان يجمعني بيها افلام اخرى. لما بقيت مخرج كان حظي انها عملت معايا فيلم يا عزيزي كلنا لصوص،
ما كانش دور كبير لكن كان دور مؤثر جدا، وهي جت الحقيقة مجاملة ورقة وتنازلا منها، قالت لي أحمد أنت يعني بيني وبينك ذكريات جميلة وأنا بعزك وده فيلم إخراجك، فأنا ممكن أجي أعمل معاك شوت واحد كضيفة شرف في الفيلم. فجت الحقيقة عملت لي ضيفة شرف في فيلم يا عزيزي كلنا لصوص، وأنا أذكر لها ده بال يعني بالجميل والعرفان إنها قبلت، قالت لي لا يا أحمد ده مجاملة ليك إن أنا أجي أعمل ضيفة شرف، فشرفتني في فيلم يا عزيزي كلنا لصوص وعملت لي الدور ضيفة الشرف. ايه رايك بقى في احمد يحيى وحبه ليكي ورقته الجميله؟ شوفي هقول لك، احمد يحيى مش هعمله ضيفة شرف، ده اشيله على حجري. يا ده شفتي كان قد ايه كتكوت. يعني انا فخوره ان اعمله ضيفة شرف. يعني يا سلام، شوفي قد ايه كمان يعني احساسك الجميل خلاه هو بيقول انا يعني مضطر اقول يعني بالعرفان والجميل ليها ان هي جت ووافقت على انها تعمل ضيفة شرف. برضه هنشوف احمد يحيى معانا في مداخله اخرى. السينما يا مدام مريم في العالم ما بتعتمدش الشباب والشبان والفتيات، والشباب طبعا مطلوبين وكل حاجة، لكن السينما العالمية يا مدام مريم بتعمل أفلام للستات اللي في مرحلة معينة من العمر، مش كله لازم يبقى شباب وفتيات، بتديهم أدوار ممكن تبقى كبيرة ممكن تبقى قليلة لكن مؤثرة. يعني في ممثلات كتار وممثلين كبار عدوا سن معين مش لازم الشباب، وبيسروا الفيلم وبخبرتهم وبتاريخهم وبالأداء الجميل بتاعهم بيبقوا شيء له تقل في الفيلم. فطبعا أنا شايف أن السينما مدام مريم محتاجة للسن ده والشخصيات دي ويتكتب لها أدوار مؤثرة. ليه يا مدام مريم أنت مبتعدة عن السينما في الفترة اللي فاتت؟ هل انت مش عاجبك حال السينما؟ هل انت مش عاجبك الادوار اللي بتعرض عليكي؟ هل انت شايفه انك انت بتاريخك وعدد كبير من الافلام انت عملتيه مش عايزه انك انت تعملي ده؟ انا بعتقد ان وجودك في مشهد واحد في فيلم ممكن يسري الفيلم وممكن يبقى مشهد عظيم وممكن يبقى اداء جميل. فانا حاسس انك انت مبتعده مدام مريم، أرجو إن احنا نشوفك على شاشة التلفزيون، نشوفك على شاشة السينما ولو في لقطة واحدة. طبعا احنا عايزين نشوفك في 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 زمن طويل، لكن أنا بقول لازم ولو لقطة واحدة. أنا متأكد إن الجمهور لما هيشوفك على الشاشة هيشوف المشهد ده هيسعد برؤيتك يا مدام مريم. والله شوفي هقول لك، حتى اللقطة الواحدة الحلوة اللي أنا نفسي أعملها ما بلاقيهاش. والله. طب على فكرة احنا معانا من النجوم الشباب نجم جميل الحقيقة، هو عنده رغبة شديدة جدا وإصرار لما عرف اني بعمل الحلقة دي معاكي انه يشارك في هذه الحلقة، وعايز يقولك انك انت يعني شكلتي وجدانه السينمائي وكنتي احد احلام شباب جيله يعني. فتسمح لنا ان احنا نشوف هيقولك ايه ونشوف مين هو الشاب ده. زي ما في تاريخ السينما العالمية أودري هيبورن، في تاريخ السينما المصرية مريم فخر الدين. ومريم فخر الدين ما بقدرش أبداً أسمع عبد الحليم حافظ وهو بيقول بتلوموني ليه، لو شفتم عينيه حلوين قد إيه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه. ما أقدرش أسمع أبداً غنوة دي حتى ولو في الراديو من غير ما تيجي صورة مريم فخر الدين في خيالي، والبصة الساحرة اللي كانت بصالة عبد الحليم حافظ وهو بيغني. وأنا يعني حتى كممثل نفسي أمثل مع ممثلات بصيلي البصة دي. أنا بحبك قوي يا مريم. والنبي يا أبو شفت أنا بحب قوي، هو ممثل كويس جدا. إنما
علشان ما فيش ادوار دلوقتي، ما فيش حاجات حلوه بتتكتب، مش لاقي مطرح ممثل كويس جدا. الحقيقه شفت في كذا حاجه بهرني، انما فين الادوار؟ زي بقى احمد يحيى بيقول لي اطلعي في دور، طب حتى الدور ابو نص ساعه ولا 10 دقائق ده لازم انا مقتنعه بيه، ما اقدرش اعمله، لازم ابقى بحبه. قولي لي بتسعدي لما شاب صغير ونجم طالع يقولك انك شكلتي شيء في وجدانه وحببتيه وتمنى انه تقف قصاده ممثله تبص له النظره بتاعتك اللي كنت بتبصيها لعبد الحليم حافظ؟ تبصتي طبعا فخوره جدا بنفسي، انا مش شيعاني الحقيقه. واحنا فخورين بيكي على العموم. يعني شوفي زمان انا ما كنتش بعمل الافلام علشان تعيش العمر ده كله. انا فاكره عرض اول وعرض ثاني وهننتهي، لا كنتش عارفه ان هي ممكن يعيش 40 سنه و30 سنه الفيلم. وفي عيال بقى ما كانوش اتولدوا ايام ما عملت الفيلم ده أكيد. معجبين بيه كل الشباب صغير جدا، واقول لك ايه، حتى اطفال بيطلبوا مننا الافلام القديمه الابيض واسود بشكل خطير. في فتره قالوا دون الالوان، اصبحنا دلوقتي نعاني من ان هم قالوا لنا قللتوا الابيض والاسود ليه؟ ابتدوا يطلبوا تاني الابيض والاسود لانه بيحبوه. يعني في اخلاص يظهر شديد وفي محبه كتيره للعمل، فطلع العمل محكم وشديد اقول ايه النجاح والبريق. في وبعد في التصوير الابيض والاسود بيبقى حلو جدا، عارفه؟ طبعا. ما زالت شاشه نجمتنا الجميله مريم فخر الدين مليئه بالناس اللي بيحبوها وبالضيوف. لنا وقفه مع الصحافه وصحفي معروف صديق ليكي وصديق للبرنامج ايضا، ونشوفه هيقول لنا ايه. مساء الخير يا صفصف، بقى لي زمان ما قلتها لكيش، انما يعني هي مناسبه وانا في بيتي دلوقتي اقدر اقولها لك. طبعا لو جينا نتكلم عن مريم فخر الدين فهي تاريخ، تعتبر من تاريخ السينما المصريه بقى، يعني نقدر نقول نصف قرن او اكتر شويه. بشوف ان رحله مريم فخر الدين رحله غنيه جدا، غنيه كفنانه وكممثله وكمنتجه، وشاركت في اعمال كثيره يعني لها قيمه. يعني يمكن فيلم نفتكره لها كمان الايدي الناعمه من الحاجات الحلوه اللي عملتها جدا، وغيرها وفيلم عبد الحليم اللي هو حكايه حب، وافلام فريد، كلها افلام جيده جدا. وهي كانت من يعني من نقول الفنانات اللي قريبه من قلب الناس، كانت عندها ابتسامة حلوة وشها في براءة في جمال. يعني كانت في فترة السنين الأولى من عملها السينمائي كانت فتاة أحلام الشباب في ذلك الوقت، ولدرجة أن كانت يعني الإقبال السينمائي عليها كان كبير قوي، وده اللي احنا بنقول خلى عدد أفلامها حوالي 150 فيلم، وده ممكن ما فيش فنانة عملت هذا الرقم غير مريم فخر الدين. فيعني مريم نجمة كبيرة لها قيمة ومحبوبة، وإن شاء الله ربنا يديها العمر وتسر حياتنا الفنية والسينمائية بكل ما لديها من عطاء. العزيزة مريم طبعا أنا يعني برضو الرحلة الطويلة بتاعتي دي بتاعتك شاركتك فيها صداقة وزمالة وحب شديد، وكنا بنلتقي كثيرا في بيت الموسيقار فريد الأطرش، وانت يمكن قربك من فريد هو اللي خلاكي عملتي معاه 4 أفلام، ورغم نجاح حكاية حب مع عبد الحليم انك ما كررتهاش تاني التجربة مع عبد الحليم. هل علاقتك اللي كانت او علاقة الصداقة الحميمة اللي كانت بينك وبين الموسيقار فريد الأطرش هي كما نعرف احنا في ذلك الوقت ان هي كانت منعتك من تكرار التجربه مع عبد الحليم، دي حقيقه ولا اشاعه ولا احنا بنقول اي كلام؟ رد بقى. السؤال في الجون يعني مهم. لا شوفي هقول لك، عملت مع فريد لطش افلام كثيره. نعم. وانا كنت صديقه جدا لفريد الأطرش. ايوه. الفيلم بتاع عبد الحليم خدوني علشان انا بشتغل مع فريد الأطرش. اميه عبد الحليم ما كانلوش افلام ناجحه، يعني كان اسمي انا المفروض يتكتب قبل عبد الحليم وانا اللي ما رضيتش. تخيلي
هقول لك ليه. نعم. لان لو انا اسمي اتكتب قبل عبد الحليم مش هيبقى فيلم غنائي. غنائي. اه لو عبد الحليم الفيلم هيكسب اكتر، يعني كل املي ان الفيلم ينجح. المجموعه مش انا. نعم. خدت بالك؟ نعم. ما عنديش حته الانا عاليه دي. انا احب المجموعه تنجح. بعد كده جاء عبد الحليم انتج. وجاب لي فيلم الخطايا. قريت سيناريو الخطايا، لقيت السيناريو الخطايا اقل من حكايه حب، ملوش دعوه فريد خالص. ما انا بشتغل مع فريد، وفي وسط افلام فريد عملت عبد الحليم. ايوه. والفيلم نجح جدا، نجح اكتر من افلام فريد الحقيقه. بعد كده جاب لي فيلم الخطايا، لما قريت الخطايا لقيته اقل جوده من السيناريو من حكايه حب. قلت له بص بقى، انا افضل اعمل معاك فيلم واحد وينجح قوي او للزمن، عارفه. لو عملت فيلم الخطايا كان حكايه حب تهز طبعا. خدت بالك؟ قمت انا ايه، زعل مني وخاصمني وما رضيش، قال لي ده انتاجي، كان عامل شركه بقى، كان اجير في حكايه حب، كان واخد مش عارفه مبلغ صغير يعني. وكلنا كنا اجر، حلمي حليم وانا وعبد الحليم كلنا كنا واخدين يعني فيلم. انما هنا بقى انتج، بقى شريك عبد الوهاب وشريك الحاج وحيد وهو الشريك الثالث. ايوه. ده فيلم وده انتاج. قلت له يا عبد الحليم حتى لو انتاج الرئيس، انا شخصيا ليا راي. مش هعمل فيلم ده، لان الفيلم ده اقل جوده من حكايه حب. بعد كده صالحته، عملت له البنات والصيف انتاجه، انما برضه ما مثلتش معاه. ما مسكيش معاه. لا مش عشان فريد مالوش الشعر ده. شوفي انا افصل كل حاجه، لازم ولادي حاجه، جوزي حاجه، فريد لاطش حاجه، عبد الحليم حاجه. مع ان عند عبد الحليم انا فضلت اسمه في الاول. طب احنا على مود نصلح برضو معلومه الاستاذ سيد فرغلي، ان حضرتك عامله 240 فيلم مش 150. صح. وده فعلا، ده فعلا دي حق يقول اكبر رصيد فنانه. من الجيل بتاعك وعملت هذا الكلام. انا عامله 240، ده انا كنت بشتغل 10 و12 فيلم وبعتقد لغايه دلوقتي ما حدش عمل هذا الرصيد. طب برضو ما زالت الشاشه معانا ونشوف اخر حاجه. العزيزة مريم، أقول لك يا أم محمد ولا أم إيمان، اللي بتحبيه بقى أنت اختاريه. دلوقتي كنت عايز برضو من الأسئلة اللي هفت عليا كده وأنا قاعد قدام الكاميرا، سؤال عن تجربتك مع شباب اليوم أو شباب الفنانين الصغار في فيلم يتحب يتقب أو ينقب ينحب، مش عارف. أنت بقى برضو صلح المعلوم، يعني ايه رايك في تجربتك الوقوف امام او مع شباب السينما في السنوات الاخيره؟ هي تجربه واحده انت عملتيها، انما هل التجربه دي عجبتك وممكن تكرريها، ولا انت يعني ما زلت مخلصه لجيلك القديم ومش عاوزه تشتغل مع حد تاني غيرهم؟ اولا هو بيقول انا عامله 150 فيلم. انا عامله 240 فيلم، ده اول غلطه. احنا صلحنا. ثاني غلطه والله. طيب بعدين هيتحب يتقب، يعني فيلم مش بطال في نظري يعني، ونجح جدا وجاب فلوس لصاحبه لدرجه عمل عاوزه يتحب يتقب وفشل فيه. هنحب وهنقب. حب يتسلقوا ويعملوا رخيص. المهم، وبعدين زعلانه من المنتج، لان في صور بالزيت سرقهم المنتج. جاء عبد اللطيف زكي ده المخرج، عبد اللطيف زكي. انا كنت عامله عمليه الكلى، فجاء شالهم من بيتي وخد الصورتين اللي بالزيت اللي موجودين في الفيلم، خدهم عشان يصورهم وما رجعهمش ليه النهارده، سارقهم مني. يا خبر. يا عبد اللطيف فين الصور؟ المنتج خدهم، مش عارف حاجه كده فظيعه. في حد يسرق صور بالزيت من فنانه عملت له فيلم ناجح؟ حرام عليك يا اخي، رجع لي الصور. والله العظيم مش عارف اعمل ايه، اشتكيه في البوليس ولا ارفع عليه قضيه ولا اقتله؟ والله عيب جدا ان يسرق مني صور بالزيت وياخدها وما يجيبهاش، يرجعها. ما سرقهاش يمكن، وبقالها يجي 4-5 سنين عنده. واعجابا بمريم فخر الدين واحتفالها. بقالها 4-5 سنين عنده. طب شافها يرجعها لي. طب صحيح.
على المهم احنا بنضم صوتنا لصوتك النهارده ومن خلال ساعه صفا وبنقول له يعني يرجع الصور لمدام مريم. يا ريت والله يا ريت يرجعها يا استاذ عبد اللطيف. بتقولي في الارشيف امي تطالبني بتغيير ديانتي، هل ده حصل صحيح؟ لا هي مش تطالبني، هي تحكم عليا، ما فيش هي ماما تطلب دي ماما تقفشني وتأمرني. بس هقول لك هي ما طلعت العمرة هي كانت امل حياتها ان انا اطلع مسيحيه ويوسف يطلع مسيحي. انما شوفي في حاجات ربنا اللي بيعملها مش ماما ما تقدرش تعملها. هي نصرتني وانا صغيره طبعا ما حستش، ودتني المدرسه الالماني، دخلتني على ان اسمي ميري فخري، حتى زميلاتي انا لحد النهارده بقابل زميلاتي بتاع زمان والله تيتو وساني وخديجه ويعني كل زميلاتي بتوع الفصل بنعمل كل شهر مقابله. الله حلو. من 50 سنة ما اتخرجتش ما شاء الله. اكتر من 50 من المدرسه الالماني بتاعت مصر. مدرسة الألمانية في القاهرة؟ لا في باب اللوق. في باب اللوق دي واخدة أعظم مدرسة ألماني في كل العالم. المهم فماما دخلت المدرسة دي على إن ميري فخري. زميلاتي دول يقولوا لي ميري ما فيش مريم. وأخويا في الفرير قسيس الناحية التانية بقى دخلتني على إن مسيحية. أنا مش عرفني مسيحية ولا مسلمة، حمارة وعندي 3 4 سنين داخلة مدرسة. فبقيت آخد الدين المسيحي وانا عندي 12 سنة. وبقيت اتناول واخش القسيس واعترف وكله زي المسيحيين واعمل كده، وصلى المسيحي ده انا كنت البرنج فيه حلو كده. ابويا بقى لمحني وانا بقرا بذاكر، قال لي بتذاكري في ايه يا ميمي؟ تعالي وريني. قلت له بذاكر الدين بتاعنا. قال لي لا انت مسلمة، انت مش الدين بتاعنا ده. ابويا دخل المدرسة وقال لهم لا دي مسلمة ما تدوهاش الدين المسيحي. انما الرهبات ما كانش عندهم دين تاني غير المسيحي. يا اخد المسيحي يا اقعد اعمل تطريز ومش عارفه. فبقيت اخد تطريز وبقيت لا دينيه. مفيش لا مسيحي ولا مسلم. ابويا كان بيصلي قدامي وعمتي تصلي وبنت عمتي تصلي كلهم يصلوا. انما حدش قال لي تعالي صلي. فانا ما صليتش، انا افتكرت اصل انا عبد المأمور طول عمري. فمحدش قال لي صلي، ما صليتش. الى ان عارفه يعني حتة الصلاة دي جاتلي، بس اشتغلت فيلم الأرض الطيبة. فقالوا لي اقري الفاتحة لسيدي الدكروري. قلت لهم والله أنا ولا أعرف الفاتحة ولا أعرف سيدي الدكروري، الجماعة دول أنا ما أعرفهمش خالص. فقالوا إزاي ما تعرفيش تقري الفاتحة؟ كتبوها لي المساعد المخرج، كتبها لي وحفظتها. الكلام كله اللي بقوله في السينما بيضيع مني. إلا الفاتحة فضلت في مخي. سبحان الله. كويس. وبعدين في يوم وانا عندي 50 سنة قمت من النوم، انا بنام زي الاسيل، قمت من النوم الله اكبر مش قمت عايزه اصلي، واحد كابس عليها زي العطشانه كابس عليها تشرب، ده كابس عليها الصلاه، اقول الفاتحه واعمل كده وامسك ركبي مش عارفه بعد كده بيقولوا ايه. فرحت مكلمه شاديه قلت لها شوفي يا شوشو انا امبارح اصلي كده كده مش عارفه اصلي، نفسي اصلي بقى. قالت لي هبعت لك كتاب اسمه المسلم الصغير، اقرا المسلم الصغير ان افهم حاجه يا صفاء؟ ابدا مش فاهم. طبعاً مش فاهم ايه 3 مرات ما انا ايدي نظيفه مغسوله بالصابون، ايه 3 مرات ليه اطول؟ مش خواجه مش قادر يخش في مخي. وبعدين لقيت مين بيكلمني؟ فجاه لقيت الشيخ الشعراوي الله يرحمه ويحسن اللي بيكلمني. قال لي يا ست مريم انت عايزه تصلي دلوقتي؟ قلت له مش احسن من بلاش خالص يعني؟ قال لي لا احسن. بس قال لي شوفي قولي الفاتحه واعملي، ابتدى يقول، قال لي ذاكري لي كل هو الله احد تلاقيه في اخر القران. وكل اعوذ برب الناس، قال لي شويه ايات كده قصار الصور. وامسكي ركبك وقولي سبحان ربي الاعظم، وقال لي اعمل ايه؟ وبعدين اقري التحيات. تاني يوم عملت ايه؟ قلت له التحيات دي اصلا مش موجوده في القران، ما رضيتش اقول. يعني انا ملتزمه قوي، ما كل واحد على قد مخه. قال لي بلاش، قولي الفاتحه والسلام عليكم السلام عليكم. قلت له كمان ايه اتوضى دي؟ قال لي لا شوفي بقى لو مش هتتوضي خدي دوش. لو رحت زي الناس وبتاع خدي دوش. قلت له طيب. طبعا كنا في الصيف اخد دوش واصلي واخد دوش واصلي وعاملاها شغلانه. جاء الشتاء عليا فطبعا مش ممكن انا 4 مرات اخد دوش في اليوم. فبيك ايه اخبارك؟ ودايما يطمن علي.
قلت له انا اتبريت الحقيقه من الدش حلو. قال لي طب ما تعملي ايدك ثلاث مرات اسهل. قلت له والله اسهل. فبقيت كده. جت حماد بنتي قالت لي السيناريو بتاع التحيات في الاسراء والمعراج. أم لما فهمت السيناريو بقيت اقول التحيات دي فورا. لازم تفهمي انت بتقولي ايه. فبقيت اصلي دلوقتي فله الفجريه ده اصلي ما شاء الله. تمام. وعشان انا منضبطه بقى مدرسه الماني لازم تبقي منضبطه. طبعا. فانت بقيتي منضبطه. الفجر الساعه 4:30 الساعه 4 تلاقيني بصحى بتوضى اصلي ها ونسكافيه واكمل حياتي. على الساعه 8 المغرب اروح مصليه المغرب. منضبطه. اشوف الجورنال الساعه كذا كذا. يومك يبدا بقى من ساعه الفجر تفضلي صاحيه؟ ما نمش. لا خلاص ما تناميش. وتنامي بالليل. واحيانا اصلي المغرب وانام واجي الساعه 2 اصلي العشاء. وبعدين استنى الفجر اصلي الفجر. عارفه بقيت حياتي مرتبطه بالصلاه. بالصلاه. بمناسبة ما ذكرتي يوسف فخر الدين. شخصيته كانت ايه؟ لان الجمهور كان دايما يشوفه ولد شقي جدا. يوسف انا كنت وانا صغيره جدا كنت بكرهه عمى. كنت تكرهيه؟ اول ما اتولد. ليه بقى؟ انا بيني وبينه 4 سنين. كنت بنام في اوضه ماما. اوضه جميله ريحتها حلوه لونها بامبه فيها ستاير ومش عارف ايه وسريرها حلو. وانا كان ليا سرير صغير مفتوح على سرير ماما. تقولي بوي با بوي با يعني امشي روحي هناك في السرير. جرى ايه ده؟ يعني تعالي هنا. تعالي. اروح لها. تبصني بتاع بوي با ثاني ارجع ثاني. جاء يوسف اتولد فابتدوا ياخدوا مني السرير ومش يعملوا اوضه ثانيه. لا نيموني في سرير ابويا. ابويا كان بيشرب بايب. كنت اكره ريحه البايب يجي يبوسني اتقرف منه جدا. فبقيت متضايقه والسرير عالي. ابويا عارفه ابو عمدان ده يطلع السرير بسلمتين. وبعدين وينيموني معاه في السرير. فكنت متضايقه منه جدا. وبعدين كمان فوق البيع ودوني مدرسه. انا في عقلي الباطن يعني رموني بره البيت كمان يعني ما عادش في البيت. معتقده كده كان ظلم. فكرهت الواد جدا. لما رحت المدرسه خدت سعال ديك. فالدكتوره ما كشف عليها قال لي بعيد البنت لاحسن تعدي الولد. كمان اخلي ماما تخش المطبخ اروح كحف وش يوسف عشان يا رب يموت واخد سريري بقى واخد الحاجه بتاعتي. عارفه لحد ما ايه بابا لحد ما انا اتجوزت محمود ذو الفقار. وبعدها بشهر ابوي عمل حادثه. كان يوسف معاه. عمل حادثه. كان نازل من العربيه عارفه بينه وبين الرصيف في فتره في حته كده. فجت عجله بين ده راح بابا واقع على راسه في الرصيف قام جاله ارتجاج في المخ. فانا كنت عند الكوافير فات محمود ذو الفقار على السواق قال له تعالى الحق باباكي رايح مستشفى صدناوي. فانا خدت بعضي وجريت على لقيتهم شايلينه بالنقاله مطلعين ويوسف ماسك ايد ابويا وانا ماسكه ايد ابويا مسكت ايد ابويا قلت له بابا. قام فتح عينه جاي يتكلم ما عرفش يتكلم. حط ايدي على ايد اخويا وقال لي حاجه كده. هنا انا اتقلبت حبيت يوسف ده. حسيت ان يوسف ده مسؤوليتي انا. ولقيته ماشي ورا جنازه ابويا عنده 14 سنه بشورت وانا عندي 18. هانم بقى وبشتغل في السينما ومتجوزه وطلع صاروخ. هنا حسيت ان انا يوسف ده ابني. انا مامته نمره 2. برضه كنت صغيره على ان ابقى مامته. مامته كانت شديده عليه. انا اجيب له كل امله. عايز عربيه خد يا حبيبي. عايز مش عارف ايه خد. عايز بيت انا اجيب له كمان. انا علمته على ابوظ حاجه في الدنيا. دلعتيه كتير. دلع مري. في السينما دخلها ازاي طيب؟ السينما دخلها امي سافرت المجر. تزور قرايبها. خدي بالك حاسب لك اخوك اوعي تخليه يشرب خمره. هي تشرب خمره احنا ما نشربش. اوعي تخليه اوعي يبصبص للنسوان. اوعي يخش ينام الساعه 9 عملت لي. لما قعد معانا جاء محمود ذو الفقار قال له انت عمرك ما شفت بنات ولا خرجت؟ قال له والله ابدا ولا بوست واحده حتى. قال له لا ده انا كان عندي 3 سنين وكنت بلعب عروسه وعريس مع بنت الجيران. فجالي يوسف قال لي يعني انا غلطان انا غلط بقى انا مش المهم حس بعقده. وبعدين انا كنت بنتج فيلم رحله غراميه. ففي دور اخويا بطولة انتاج مين كان بطولة مين الفيلم؟ انا واحمد مصر وشكري سرحان وسميره احمد ومحمد الموجي ويوسف اخويا احنا 5 بنشتغل في الفيلم. ففي دور اخويا
ما تيجي رايح معانا للاستوديو، هيقعد لوحده في البيت، جاي ما تاخد الدور ده وروح قول لك كلمتين. فقال كلمتين طلع حلوين، خدوا بعد كده حسن الامام في فيلم، بعد كده احنا عملنا فيلم تاني ابتدى يشتغل، عارفه. بس هو مش انتهازي، عارفه يعني ايه بقى مش انتهازي؟ يعني ما يعني مثلا ما يقولش اسم الكتب الاول، يعني في، عارفه، في ناس كده. انا انا مش انتهازيه، انا من الاول اسم الكتب الاول من غير تعب. نعم، خدتش بالك؟ فيعني خدت على كده، لما يحطوا اسمي دلوقتي بعيد او ورا مش فارقه معايا. طب ليه هو ما كملش المشوار؟ ليه جه اعتزاله كده مبكر؟ ما اعرفش، لما السينما بقت كده قال لك لا، انا اصل شوفي انا ورايا عيال لازم اربيها، فانا لازم اشتغل ولازم اوضب نفسي ان امشي في الطريق ده. ما عنديش مورد رزق الا السينما. يوسف لا، يوسف ما عندوش عيال ومتدلع، ولو ما عندوش فلوس طبعا يجي يفتح الدولاب عندي ياخذ اللي هو عايزه، يعني هو من حقه يعمل كده. فهو من حقه، يعني انت بدياله الحق ده. طبعا انا ولادي ويوسف يفتحوا الدولاب ياخذوا اللي هم عايزينه من غير ما يسالوني. يفتحوا ياخذوا. انا ما اسالش فين الفلوس دي، ما اجيبش سرقه. خدتي بالك؟ يعني حاسه ان انا ماما، عارفه. حتى بالنسبه ليوسف، عايز عربيه اجيب له عربيه، عايز يعمل اي وكسه انا اغطي له الوكسه دي. يعني والله مره اخذ عربيتي الكبيره وراح بيها مشوار، والبنزين خلص وسابها في الشارع. اخذ العربيه الثانيه وراح بيها مشوار والبنزين خلص ورجع بتاكسي. ثاني يوم جه السواق، فين العربيه؟ قال لي والله انا كنت مش فاكر حطيت العربيه فين. قعد يدور في مصر كلها، يدور على العربيه راحت. طب روح ثاني ناحيه الهرم ولا مصر الجديده، عارفه. مستهتر جدا في الحته دي، يا خبر ابيض، الى ان ربنا انتقم منه في مراسه اللي خدها في اثينا دي. شديده عليه، شديده قوي. يعني كل حاجه. لا لا لا، مره انا رحت اثينا بقى، هي دي الزوجه الوحيده لي. لا هي دي تاني زوجه لي. كان عنده ناديه سيف النصر في وقت من الاوقات، الله يرحمه، كان عنده 20 سنه، كان طفل، عارفه. اتجوزها من ورا ماما. وانا ما انا بقولهاش طبعا انه خد واحده قد امه كبيره وبتاع، كبيره عنها. طبعا. فاتجوزها يا اخويا وماله، عارفه. انت وافقتي برضه؟ انا ما اقولش لا ليوسف ابدا على اي حاجه. ورحبنا بيها وخدناها البيت وبتاع، خلاص. وبعدين؟ وبعد كده حب واحده اسمها نبيه. اقول له فيها واحده برضه يحبها، حب ماجدة، حب ليلى، حب ايه علاقه الاسم ايه نبيه ده بيا ما تتحبش دي ابدا. وشكلها بقى فظيع، يا ساتر، معرفش جابها ازاي دي. وتعرف بيها فين؟ معرفش لقاها فين. حد ده حب بس. حب بس. وكل ما يتخانق معاها تروح له الاستوديو بالعمود فيه ملوخيه وكشك وبتاع، فهو يتكسف من زمايله. يصالحها ويطلعها بره، يقول لها جايلك خلاص، عارفه. ودي ما اتجوزهاش؟ دي ما اتجوزهاش؟ لا لا، ده حب. انما دي بقى مستقرانه جدا. لما راح اثينا معايا، ما هو خد مراته دي من اثينا من الحلقات. بس كان ايامها بيصور حاجه تبع التلفزيون ولا كان؟ لا، كان راح اثينا بيصور التلفزيون. انا وهو كنا اما رحنا، طبعا انت عارفه احنا طريقتنا بلدي جدا في المكياج. نخش اوضه المكياج وجايبه حياه الخياطه معايا دي، بتعمل لنا فول بالزيت على بابور كده في اوضه المكياج عادي، بنشرب شاي وبتاع، يعني نطبخ في الاوضه تقريبا. لقينا مرات يوسف كانت لسه بقى مش عارفه، قعدت تشتمنا بالجريج لما طلعت ابونا والله على السفحه. انا مش فاهمه هي بتقول ايه، يعني شكلها زعلان بس مش فاهمه، معرفش انا جريجي ست لغات ما عدا الجريج. المهم اهم ايه، جالنا المنتج قال الوليه دي بتشتمكم انتوا وسخين وبتعملوا بتوسخوا لها اوضه المكياج وهي اوضتها مقدسه. قلت له بلاش، مش عايزين، تعالي حياتي الاوضه بتاعتي انا، اعمليها طبيخ. وكان معانا ميرفت، اوضه ميرفت لبس اوضتي انا بتاعت الطبيخ، ونجيب سمك ونقلي ونجيب اكل. طبعا احنا وسخين في حته الاكل دي جدا، وحياه دي طباخه ماهره، هي مش خياطه حلوه انما طباخه هايله، طباخه شاطره. تقعد تطبخ. جا يوسف بقى اشتغل. تيجي اتفضلوا عندي في اوضه المكياج واقلوا سمك. والله بقت تتحايل عليه. هي ماكيوره ولا هي ايه؟ هي اصلا ماكيوره. ما اتخانقت معانا، خدنا الاوضه بتاعتها ووسخناها لها. يعني هي اصلا المكياج ده مقدس، ما تجيبولناش زفر في الاوضه وبتاع. قلت لها مقدس، خليها لك، تعالي حياتي، لمي عزالك. وقعدنا نطبخ في اوضنا بقى كويس. دي بقى
ما تيجي تطبخوا حله محشي عندي من فضلك كمان. كمان ده لما بقى ظهر يوسف فخر لما ظهر يوسف بقى وعجبت بيه جدا. هي بالنسبه لي انا ما اشتريهاش بتعريفها الحقيقه. انما هو ما عرفش هو بقى ايه، هو برضو زي عارفه مش من النوع اللي يحب، من نوع عايز المره اللي تحبه وعايز المره اللي تاكله. يعني مش ما يهتمش هو. لا هو لما هو مشي ادت له مفتاح البيت، قالت له تعالى لي في اي وقت هتلاقيني مستنياك. الوليه الثانيه بتاعت مصر بقى دي فلاحه من المحله، تعرفش تمسك الراجل بطريقه راقيه، عامله له بتاع ورق قد كده الطلبات اللي هي عايزاها من اثينا، قال من ضمن الحاجات بتاع يشيل الشنب. قلت له والله ما كانش عندي شنب عشان اشيله بدواء الحق كده دواء يشيل الشنب. قلت له تسال الوليه الماكيوره دي يمكن هي تعرف. بتاع جاكيت مقاس 54 يا رب، حاجه تخينه الوليه دي جدا النبيه دي. راحت وجابت له كل اليافطه دي. مش هتنزل معانا مصر؟ لا انا هنزل بعدين. فجم زمايله نزلوا، قال لي اخوك نازل بترميين شنط وحاجات لنبيه دي. راح لنبيه، نبيه دي مره يبدو جايبه علبه بلوبيف فتحها وحطها في المطبقيه فوق وسايبه الثلاجه فاضيه. عايز يتعشر وانت سبت لي فلوس عشان اجيب لك عشا بقى كل الهدايا دي. دي مصيبه. وراحت طردها، خدت كل الفلوس اللي معاه وحتى قال لي ولا ربع جنيه. لقيت يوسف جاي لي ماشي من الزمالك للجيزه. غلبان قوي عايزه عارفه الطريقه البلدي قوي. قلت له خلاص. قال لي الوليه الثانيه مفتاحها في جيبي. قلت له خلاص روح اللي مفتاحها في جيبك، هتقرف نفسك بالطرق. انا بقى باخد السهل عارفه. انما مش حب. جاله بعد كده حلقات ثانيه. فراح دخل بقى مفتاحه في جيبي، فتح الباب ولقى الوليه فاتجوزها طبعا. طب انا عايزه اسال سؤال. هو هاجر هجره كامله بقى؟ مش هاجر. امال هو اتجوز الوليه دي في اثينا، فقعد معاها في اثينا يعني زي اللي بيصيف في الاول. كويس. وبعد ده بيصيف في الاول حلو. وبعد لما جاء لقى الافلام تقرف والمنتجين بقوا يقرفوا ومش عارف ايه، قال لي ايه القرف ده. فراح اشتغل مدير في، هو خريج فرير. فالفرنسيه بتاعه حلو قوي. فاشتغل مدير في ماريوت. في المريد يعني يا رب في اثينا. فكان بيكسب ده قبل ما يموت يعني بشهر. كلمني قال لي عملت معاش 1000 يورو. 1000 يورو ده يشتري ثلاثه زي بال 1000 يورو في الشهر يعني. مات. وكمان الوليه بتاخد 1000 يورو من وراه. والله خساره في ايمان، عايزه اروح اشاركها فيهم دي. حضرتي جنازته هناك في اثينا؟ ده انا كنت بكلمه الساعه 5 يوم الكريسماس. عشان اقول له صاحبك ناجي رياض مات. الواحد مخرج صاحبه قوي العمر كل حاجه. فلقيته قايم من النوم منيق، فقلت بدل ما اقرفه قايم من النوم اكلمه بعدين. قلت له انت قايم منيق؟ قال لي قلت له هتسهر بالليل؟ قال لي كريسماس طبعا. والله كده يا صفاء. وبعدين قفلت السكه، قلت له هكلمك كمان ساعتين، مش قدرتش اقول له بقى ناجي رياض مات. وبعدين بقى انا بقى كنت عازمه ناس، رحت مكلمهم لغيت العزومه لوحدي كده. لقيت ابني جه قعدنا نرغي معاه. قام في جماعه اللي انا لغيت لهم العزومه قالوا لي طب قلت لهم لغيتيها ليه؟ لغيتيها ليه العزومه؟ مش عارفه اتقبضت كده لوحدي. لوحدك؟ ففي جماعه اللي انا قلت لهم ما تجوش، قال طب تعالوا عندي. انا عاملين قعده ومش عارفه ايه. قلت له طيب، على ان فعلا كنت هروح. وبعدين لقيت ابني جه قعدت ارغي معاه، فالوقت راح. فروحت شايله الانسر وقلت عشان اخينا ده لما يقعد يكلمني تعالي اتاخرت ليه، ما ردش عليه. وقعدت ارغي مع اخويا مع ابني، وابني روح وخلاص. كويس. التليفون ما بطلش رن 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 رن. انا ما ردتش على ان دول اللي عازميني هم اللي بيرنوا. تاني يوم الصبح واحد بيكلم، بقى ايه في حياتك يا مدام؟ قلت له شفت يا عيني ناجي رياض مات. قال لا بقى ايه في حياتك انت؟ قلت له لا انا ما عنديش حاجه ميته. الحمد لله ماما ماتت مخلصه. قال لي في يوسف. انا ما في يوسف دي زين. مين اللي قال لك بقى؟ قعد ساعتين يقول لمراته هي مريم اتكلمت، مريم ما اتكلمتش، كل شويه يقول لها مريم ما اتكلمتش. فانا ما اتكلمتش فعلا. وبعدين راحت تعمل شعرها في الحمام، في برايه الحمام،
عشان هيخرجوا هيسهروا. وقالت له انت البس. جت لقيته نايم، قالت له انت نايم، مسكته لقيته بارد مات من غير اي شيء. انا دي بقى انهارت. دي يوسف ده تعبني جدا، لسه مكلماه. بقى الجنازه بقى مات مش عارف يوم الاربع ولا حاجه كده، الجنازه يوم الجمعه. انا بقى الساعه 6 خدت الطياره رحت اتين يوم الجمعه، هسيب اخويا من غير جنازة. انا كنت عايزه اجيبه مصر يدفنوا جنب ابوه عمتي وكده. فرحت مراته بقى، عارفه الكلب اللي مسك في العظمه، لا ده قعد معايا 20 سنه هدفنه عندي عشان اطلع عليه القرفه. بقى فلقيت الجنازه ماشيه. مشيت وراها، انا ما نزلتش، ما حطيتش رجلي في الفاتينه دي. مشيت وراها بالعربيه في حته جنينه كبيره كده، المسلم قال له يافطه والمسيحي له صليب. فدفنوه عند اليافطه. حلو الحمد لله. انا بفتح باب التاكسي لقيت نعش اخويا جنبي كده، يا الله، يعني فتح تحت كده. رحت فاتحه النعش، معايا مصحف صغير حطيته جوه وقريت عليه الفاتحه وقفلت الباب وروحت على المطار على الطياره على مصر. مراته جت باتي عندي، قلت لها بعد اخويا ما اقدرش اخش البيت ده ولا الكندا. قالت طب انام معاكي في الكندا، قلت لها لا انا مروحه. بتقولي رسالة صلاح نصر دفعتني للخروج من مصر. هقول لك حاجة، أنا ما أحبش أتكلم على صلاح نصر. هقول لك ليه. أولاً الراجل ده كان وزير في بلدي. وزير غلط، وزير ما غلطش. إحنا ليه نجرح في الولاية اللي اسمها إيه دي اللي هو كان رئيس مخابرات. هي عايزة تسترزق. أنا مش عايزة استرزق من ورا صلاح نصر. ربنا يرحمه ويسامحه ويذكره فسيح جنته وكل حاجة. ايه اللي عمله؟ والله بصبص لواحده، واحده ما رضيتش، واحده رضيت. اللي رضيت دي اسمها كذا، واللي ما رضيتش دي اسمها كذا. انا مش عايزه اقول بقى عيب برضو ما يصح. وبعدين انا ما رضيتش وخلاص، ما فيش حاجه. انا كاي واحد بيبصبص. ايوه بس ما خرجتيش من مصر بسبب الحكايه. لا 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 ما حصلش. خرجت من مصر علشان ما لقيتش شغل في مصر 67، خدت ابني ورحت اشتغل في لبنان. بس مش عشانه. وفي راجل انا يخرجني من مصر، اسم الله عليك. ده انا مريم مهما كان. بتقولي انا اول امراه عملت خلع في مصر. انت عامله ايه؟ خلع. خلع؟ الخلع. لا ادفع ديته على فكره في الشاشه. انا اول امراه عملت خلع في مصر. خلع دي ادفع ديته خلعيه. اي راجل عايز اتطلق منه. واحد يحب فلوس اديله فلوس، واحد يحب ياخد زومبا بنديله زومبا. كل واحد له طريقه. كل طب راجل في الاربعه الاول زومبا الاولاني زومبا. زومبا. طيب والتاني؟ التاني فلوس ادينا له فلوس. والتالت؟ التالت لا، التالت مش لوحده، ده لوحده. التاني اترجيناه من فضلك طلعني، قال لي حاضر. كان مهذب كده. الرابع ما كانش من حقه يقول لي لا، لان انا قلت مش عامل لي حاجه. والله انا كنت متبنياه في بيتنا 20 سنه. فعادي خالص. يعني كله اللي تعرف ديته اقتله، اسمها كده عادي. اقتله. طب الرابع لو شفناه على شاشتنا هيتكلم الرابع؟ ما اعرفش هيتكلم ولا لا. ما تشيلوه والله. هقول لك ليه. الراجل الرابع ده اتجوز وخلف، يتكلم عليا انا ابقى مرت ليه؟ مش يروح يتكلم على مراته واولاده. ولا له دعوه هو. ما يتكلمش عليا اصلا، بيتكلم عليا بقى مرة ثانيه. مفروض متجوز الراجل. مساء الخير يا مدام صفاء. مساء الخير يا مدام مريم. مدام صفاء، انا سعيد باستضافتي في برنامج ساعه صفاء. خلاص هي فكره جميله. لا حتى مش عايزين نسمع. ارجو انها تكون ساعه صفاء فعلا. الحته دي انا المفروض ان انا اللقاء انا بتكلم على مدام مريم والحياه الزوجيه. عيب عليا انا لما اسمع كلامه ومراته موجوده وله عيب. كانت بينا مش حلوه. هو فاحنا عارفه لو كان مش متجوز كان يتكلم واخد ودي معاه. الحياه الزوجيه لا ده متجوز وخلف 17 سنه تقريبا. يتكلم على عياله وعياله قد ايه؟ اتجوزنا عندهم قد ايه؟ عندهم قد ايه عياله دول؟ يعني تعتبر غير عاديه. اول لقاء بمدام مريم كان في
في مكتبي هنا، وكنت بنتج مسلسل للتلفزيون، ويقعد مع العيال وكل حاجه، وكانت هي بتشارك في بطوله هذا المسلسل بعد ما نزلت من بيروت، وتعرفنا على بعض. سهير رمزي مات الدودو، دودو قعدت تعزيني ها فاخويا، وقعدت تعيط ساعتين على التليفون، ما كانتش عارفه ان ربنا هيطلبها هي تاني مره. تاني يوم كانت مات، في خلاف بينهم، فروحت اعزيها، فده جاي وصلني عشان يعزي دودو معايا، يعزي سهير معايا، مش على وفاق. فايه كان في فاروق الفيشاوي، كان في ناس كتير جدا، مشابهه تقريبا، محمد وفيق ومراته، ناس كتير، ده رفع وقال لي ارجعي لي قدام الخلق ده كله. قلت انا قلت له مدام مريم وقتها ارجع لك، وتعرفنا ببعض، مش ما كنتش هرجع، وقررنا ان احنا نتجوز، وما رجعتيش وما قالتيش. طبعا ده كان بعد موافقه محمد، ابنها كان وقتها عمره حوالي 5 سنين، محمد الطويل، دلوقتي هو المهندس محمد الطويل، وطبعا ايمان ذو الفؤار. اتجوزت وخلفت يا شريف، و لا دي مش بنت، الحقيقه الولاد كانوا يعني اصدقاء بالنسبه لي. بتقول لي يا بابا عشان بدلعها كمان، شوف كل ده مخبي عليا. وبعدين في يوم واحد كلمني الساعه 12 بالليل، قال بقيت في حياتك يا مدام ابنك محمد مات. قلت يا خرابي، ده محمد مكلمني من 5 دقايق وانا ناقصه بقى ناس اموات. قال لي ما هو شريف الفضالي باباه سافر يجيبه. شريف الفضالي ابوه عيان كان في لندن. انا قلت له لا مش ابنه بقى، ابوه. قال لي لا ابنه. قلت له اسمع انت باين انك سكران ولا حاجه، اجري نام وما تكلمنيش. اتضح فعلا شريف الفضالي ابنه كان عيان في لندن وجابه، مش ابوه، مع ان قبل ما يسافر لابوه كان مش عايز حاجه من لندن. قلت له لا شكرا، ما بقول له شكرا ولا هقول له هات لي حاجه. شوف وفجأة ألاقي ابنه فعلا مات. فدي بقى مش حلوة. موقف صعب. بقى أنا هعوز منه إيه؟ مدام مريم، كان في قصة بتقال على إن على رشدي أباظة ومريم فخر الدين. عن إيه؟ رشدي أباظة ومريم فخر الدين. هل كان في قصة حب بينكم؟ هقول لك، هو رشدي أباظة أنا مستظرفاه، إنسان حلو وظريف. أنا ما أقدرش أحب رشدي أباظة. ما أقدرش أحب أي ممثل. تكويني ما أقدرش أحب الممثل. ليه بقى؟ طول الوقت يقول لي يا حبيبتي، ديالوج بقى إياه اللي بيتكتب لنا وإحنا بنقول لبعض بحبك وبحبك. فما بقتيش تصدقي. فلما يطلع بره كادر يقول لي نفس الكلام، ما هيقول لي هيجيب كلام من عنده، بيقول لي نفس الكلام بتاع الفيلم، بحبك وأبصري. يتهيأ لي إنه كذاب، أقول شوف الواد ده كذاب، في كلمتين من الديالوج لزقوا في بقه فجاي يطلعهم لي بره. لا يمكن أصدق ممثل أبداً، ده أول صفحة. هو إنسان ظريف وكله، بس أنا ما أقدرش أتجوز رشدي أباظة، لأن بحس إنه بيكذب عليا لو قال لي بحبك. طبعا بينه وبينه مغامرات فظيعه. جالي قدام الباب وضرب الباب بتاعنا بالرصاص عشان يفتحه، ونزلت انا من باب المطبخ، قصص وحواديت ما عندكيش فكره. ومره في بنات لازم تتجوز دي، ايه، عملت معاه فيلم كان يوسف وهبي الجد ورشدي أباظة الاب وانا الام، ونجلاء فتحي بنتنا، حاجه كده. هنا بقى اخر يوم في التصوير، فنجلاء كانت مامه نجلاء الله يرحمها كانت عازمانا على كفته بالملوخيه. انا كنت ساكنه في الزمالك في العماره اللي تحت يوسف شاهين دي. فانا متجوزه شريف، كنت بقالي فتره صغيره. وبعدين ايه، ما كنتش هروح لنجلاء، انا كنت هروح. فلقيت رشدي قافل الحاره دي اللي في عند بيتنا وما خلانيش اعدي، وخدني من ايدي كده ورحنا اتغدينا عند نجلاء. عايزه اقوم اروح بقى، اخدني في العرق، قال لي لا انا سكر. وقال لي لا، مسكني من ايدي ولازم انا هاخدك دلوقتي عند المأذونه اتجوزك. راسه الف شيف، اعمل فيه ايه؟ اوديه فين؟ هو مسكني وفي عربيته، عارفه مش عارفه اعمل حاجه. لا يا ربي، انا كان عندي عربيه صفرة تو سيتر، فانا جيت اخد العربيه راح راكب جنبي. انا اللي سايقه وهو اللي قاعد جنبي. اوديه فين؟ قال لي عقلي وديه بيت الجيزه. بيت الجيزه هو مش عارف الجغرافيا بتاعته، بيت كبير. اخده اسيبه جوه واتوهه. قمت واخداه بيت الجيزه،
وقعدت في الصالون وقلت له مش عارفه رايحه اجيب ميه وبتاع، رحت طالعه من ورا باب من المطبخ على الانتريه على بره على وسبته في الشقه. حلو كده. ورحت مروحه على الزمالك ونمت. ماما بقى في الزمالك قلت لها اسكتي مش الواد رشدي اباظه عندنا في الجيزه، قالت يا هرابي. صوتت الولية. تاني يوم على بعد الظهر ماما انت حماره مش عارفه تطلعي حته وجهك سجرانه رشدي اباظه مش عارفه ايه، انا هروح اطلعهولك. اوكي. قلت لها انت طلعيه وانا هكلم واقف وراكي كده مفيش دعوه بيا. ماما دخلت علي ايه دي يا رشدي، داخله في الصاله لقيت رشدي قاعد وجاب ويسكي واكل وعمال ياكل ومبسوط جدا يعني مش قلقان. واللي يشهد عليه فكري اخوه، لان فكري اخوه كان معانا في الحته دي. ها. وبعدين هو بقى يا حبيبتي يا ماما، مسك ماما وبسها بتاخدي كاس ويسكي، ماما طبعا اخذت لها كاس ويسكي وقعدوا قاعده منسجمه وانا اللي بقيت فيلن في الحته دي. يعني كمان شويه هتوافق بعد ما كانت عايزه تقتله. وبعدين ايه قلت لها يلا ماما نقوم بقى عشان عايزه اروح. قمنا. ماسكني في الاسانسور. نزلنا في الشارع، هو جايب عربيته وكان فكري والسواق ماشيين وراه بالعربيه وهو راكب معايا. وبعدين يا ستي ايه ماما راحت ايه نازله معايا، دخلت ركبت العربيه بتاعتي انا في الاول، رحت راكبه سايقه. ها. ورحنا سايبين. جت الاشاره الحمراء اللي طلع الزمالك بقى. رحت انا معدي الاشاره، هو ما عداش الاشاره. لفينا من ورا ورحنا بيت ماما، رحنا قعدنا فيه انا وهي. لحد الساعه 11 12 قلنا بقى اكيد بقى زهق طبعا. اتاري راح بيت الزمالك، وبيت الزمالك ما فيهوش سلم خدامين، الزباله بتتحط في سلم البريمو ده. قاعد على الزباله. والبواب لما راح قلنا له رشدي مشي، قال لي لسه ماشي دلوقتي، قاعد على الزباله طول الليل. وبعدين فين مريم؟ ما جاتش مريم، يمكن عملت حاسه، فراح علشان يدور اذا كنت انا عملت حاسه ولا لا. ده حب جنون يا مدام مريم. شفتي حب جامد قوي فظيع. كان مطلع ساميه لسه. طب وازاي انت رفضتي حد زي ده؟ ده رشدي اباظه يعني. اقول لك ايه، معشوق كل الشابات مش مصدقه والفنانات. ليه مثلا انا ما يعمل لي ارجوز ما احبوش؟ لا خالص. انا عمري ما حبيت رشدي، بس كده حبك حب كاخ. ولا يعني شوفي مظهر بقيت صديقه. رشدي حتى صديقه لا كمان، لان لما بيسخر ممكن يهبش فيك. انا ما احبش حد يهبش فيا يا اختي. لا ابدا. بس انا بقى لا. وبعد كده بقى اشتغلت معاه تاني، بقيت اخش معاه. هي رشدي، بس رشدي الحقيقه امور قوي في الشغل. مره كنت انا مزنوقه ماديا جدا وبشتغل برضو انا ماما وهو بابا في فيلم تاني. قلت له يا رشدي لو هتعمل لي حركات كده قول لي من الاول، انا معروض عليا فيلم تاني ممكن اعمل ده، طبعا اخيم من الفيلم اللي انا التاني المعروض، انما انا محتاجه للفلوس. انت لو هتسكر وتعمل لي الحركات اللي بتعملها دي مش عامله الفيلم، هعمل الوحش. قال لي لا خلاص. قعد شغال زي الكلب لحد ما خلص. والله خلص دوري انا. بعد ما خلص دوري انا مسك ازازه الويسكي وسكر وعربد الدنيا. كنت انا بقيت في مصر انتهينا. يا عارفه هو في حتت بيبقى. مره كمان حفتك مره، عارفه في حتت رشدي دي برضو لا تنساش، اصل اشتغلت معاه كتير. مره كان في ممثله جديده بتمثل زميله يعني. هي ما اشتغلتش كتير، فيلم او اتنين بس. كانت بطله. ورشدي جاي كان اتجوز صباح وطلقها، اتجوزها ثلاث ايام وطلقها وجاي. وبعدين بس مدام صباح شكرت فيه جدا، قالت انه احلى زوج يعني شافته. ثلاث ايام يعني هتلحق تعرف احلى زوج من احلى زوج سريعا. المهم وجاي. فجاه هي بقى قالت ايه؟ قال وكمان سكران جاي متاخر وكمان سكران. ما يتقالش على رشدي الكلمه دي في وجودي ابدا. شوف انا دافع عليك. فرحت واخداها عندي في الاوضه. مش كان استوديو، كان فيلا كده بشتغل فيه. قلت له حياه، كان عندي حياه الخلاص، اعملي له شوب البن بتاعي قهوه من غير سكر. فجاه قال لي انا عايز اشرب من ايدك اخراج يحيى العالم. يحيى العالم الله يرحمه كان بيحكي. قلت له خد اهي من ايدي. قال لا من ايدك هنا. القهوه زي النار. قلت له من ايدي هنا. طيب طخ ويشرب طخ يعني بتدلع. انما شوف الحرقان ده وشربته وقام وخد دش وقام اشتغل بقى زي الفل ولا سكران ولا حاجه. والله ما شاء الله عليك.
بس انت برضه يعني انت لذيذه يعني فعلا هو لازم يحبك عشان كده. هو يحبني في حته. طب هل تم طلاقه من زوجته بسببك فعلا؟ لا لا ما حصلش. لا 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 ولا صارت هي ولا حاجه. لا لا ما انا ما بحبش. شوفي ايه اللي خرب البيوت، يعني انا مسلمه جدا في ديني، مسيحيه جدا في حته الجواز، لا يمكن اتجوز واحد راجل متجوز باي حال من الاحوال حتى لو كان على عمري. ما اقدرش، في حاجات ما اقدرش اعملها. في الحته دي انا مسيحي. مدام مريم الحقيقه انت قعدتك جميله وساعدنا بيكي جدا جدا. انا بس ليا في اخر الحلقه سؤال تقليدي. انا احبك تسالي سؤال لاي شخص او لاي حد. فالسؤال ما هو السؤال وهتوجهيه لمين؟ اتفضل. انا اسال سؤال. الكاميرا معاك. انا بسال الدكتور فتحي سرور. موضوع الاداء العلني اللي انا رحت له فيه وقال لي القضيه دي 100% كسبانه، ما تعرضش ليه على مجلس الشورى؟ مجلس الشعب يا رب. هو تعرض على مجلس الشورى ووافقوا عليه. وعلى مجلس الشعب ما دخلش الدكتور فتحي سرور اصلا الاداء العلني. فانا عايز افهم ليه ما دخلش. بس انا هو لما شاف الورق قلت له مش قانونيه ما فهمش، لما شاف الورق قال لي انت ليكي حق في الاداء العلني ده 100%.